يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب نرى منه تعظيما للكفار وثناء عليهم فنحذره من ذلك، فيقول أنا أحبهم لاختراعاتهم أو لتطبيقهم الأنظمة ولا أحب دينهم. لا يجوز هذا، لا تحبهم لاختراعاتهم ولا لتطبيقهم الأنظمة، بل تبغضهم لله عز وجل، وهذه ليست فضائل فيهم، هذه مصالح يتخذونها لمصالحهم وليتعيشوا بها. نعم.